ديمقراطية قادلهم شاق فيها اللي تعصبوا وجابوا دين جديد طلعوا على الجياح والقمع يطمعوا هم وأيدوهم بالتقييد طمعوا دوا يسيبوه في رأس اللفع نبي نتوحدوا معاهم ضد وحيد بعض العباد هبنتهم الشبع غاو ما حبوش يرجعوا للمفيد ديمقراطية قادلهم شاق فيها اللي تعصبوا وجابوا دين جديد طلعوا على الجياح والقمع يطمعوا هم وأيدوهم بالتقييد طمعوا دوا يسيبوه في رأس اللفع نبي نتوحدوا معاهم ضد وحيد بعض العباد هبنتهم الشبع غاو ما حبوش يرجعوا للموفيد.